السلام عليكم، أنا مس أمنية وده يونت 7 Time for English 5 at the aquarium في حوض الأحياء المائية. Which one do you want؟ المحادثة دي بين بابا وبنته جيرل، موجودين مع بعض في ديبارتمنت ستور هو متجر متعدد الأغراض، بيشتروا حاجة من على تيشيرت أي لون من الألوان دي. فبابا بيقول لها Which one do you want؟ أي واحدة تريدين؟ Oh, I don't know. أنا لا أعرف. No اللي هي K-N-O-W، لا أعرف، كلمة أعرف، وزيها زي نطق No التانية بتاعت لا. They are all cute. خلي بالنا من all، A-L-L، أي A-L تتنطق O. All زي tall، like tall، ball. They are all cute. كلهم جمال. They بتاخد they هما، وthey بتاخد are all cute. Well, it's time to go. حان وقت الذهاب. Please make up your mind. قرري أو اتخذي قرارك. Okay, I'll take this one. اخترت اللون ده. Are you sure? هل أنت متأكدة؟ Yes, I am. نرجع بس ل I'll take this one. مين هي ال I'll؟ I'll هي I will، و will بيجي بعدها الفعل في المصدر، يعني مفهوش S ولا ED ولا ING. Great، عظيم. Let's get it، هيا نحصل عليها. Dad, the cashier is over there. Cashier اللي هي الست اللي بتاخد الفلوس أو محصل النقود، is over there، تكون هناك. دي المحادثة بتاعتي. وقت الكلمات او الشرح بتاعي بيتكلم عن المقارنة. تعال كده نركز مع بعض. الحوت ويل، دولفين الدولفين او الدارفيل، ايل ثعبان البحر، شارك قرش، اوكتوبوس اخطبوط، كراب اللي هو سرطان البحر. المقارنة للصفات بيك كبير، سمول صغير، فاست سريع، سلو بطيء. تعالى نتعلم نعمل مقارنة. المقارنة بتتكون من 5 كلمات. أنا بيجي لك كده صورة فيها حوت وسرطان بحر. أنا مطلوب مني إن أنا أقارن بين الحوت وسرطان البحر أو الدولفين وثعبان البحر. بعمل إيه؟ أول حاجة في مخي بختار الصفة اللي أنا هقارن بينها. طيب أنا هختار بيج. مين البيج فيهم؟ الحوت ولا السرطان؟ الحوت، يبقى حوت هيحط رقم 1 والسرطان البحر هيحط رقم 2. طيب المقارنة يا مس بتتكون من ايه؟ بتتكون من الاسم الاول. الاسم الاول اللي انا اخترته هو الحوت، بعد كده is، يبقى الاسم الاول is الصفة اللي اخترتها، واضيف على الصفة er، يبقى is الصفة er، than، than معناها من، الاسم التاني. يبقى أنا بعمل كم حاجة في المقارنة؟ 5. اسم أول أنا اخترت الحوت عشان الحوت هو الأكبر. ناس تانية تختار أصغر، يبقى تبدأ بمين؟ بالكراب سرطان البحر. وبعد كده حط إز الصفة ER زين الاسم التاني. طيب تعالوا كده نركز مع بعض. حوت وسرطان البحر، أكتب إيه أول حاجة؟ ذا ال ويل الحوت. مال الحوت؟ إز، هذه الكلمة الثانية. الصفة بتاعتنا ايه؟ big و er، بس big i حرف متحرك والe حرف متحرك، لازم اعمل جي جي، يبقى the well is bigger than، اكبر من the crab. لازم ما ننسى the في المقارنة، يبقى نقول تاني. المقارنة بتتكون من 5 كلمات. الاسم الاول انا بدأت بالحوت، يبقى اكتب حوت. بدأت بسرطان البحر، ابدأ اكتب بسرطان البحر. is الصفة er than الاسم التاني. اسم الاول is الصفة er than الاسم التاني، يبقى الصفة لازم احط لها ايه؟ er، بس الشرط بتاعها لازم تكون في مين؟ than، لازم تكون في than. ما ينفعش احط er من غير زان، ما ينفعش احط ER من غير زان. طيب تساعدوني يلا نعمل الدولفين والثعبان البحر. انا عايز اقول الابطأ، مين الابطأ فيهم؟ بطيء يعني سلو. مين الابطأ اللي يفوز؟ الثعبان. هو الابطأ من مين؟ من الدولفين. يبقى الثعبان اسم الاول، الدولفين اسم الثاني، يبقى اكتب هنا
the إيل برافو عليكم is تمام. الصفة اللي اخترناها slow وحط جنب الصفة er لازم جنبيها than الاسم التاني than dolphin dolphin. يبقى تاني المقارنة من خمس كلمات، اسم الأول is الصفة er than الاسم التاني، اسم الأول is صفة er than الاسم التاني. طيب تعالوا بقى نتعلم سؤال which one do you like which one do you want which one do you want. ممكن أغير one دي which food الطعام اللي بتحبه which food do you like. بدل كلمة like ممكن أحط كلمة want want يريد وبدي بتيجي في الترتيب. كان في الترم الأول موجود أو في السنة اللي فاتت كان عندهم سؤال وإجابة اتلغى من عليهم، فأنا مش هعلمهم إزاي نعمل سؤال بدي، كفاية عليهم المقارنة. آخر حاجة في اليونت كلمات الـ AR والـ OR barn barn حظيرة بفتح البي بالـ A barn farm farm yard اللي هو الساحة أو الفناء corn CO بضمها O corn fork store. إن شاء الله هنزل برضو حل على يونت 5 يعني على سنة 5 يونت 7. رب أكون فهمتكم المقارنة إزاي. شكرا. باي باي.